اجانا موقع احداثيات لازم تنظروا في هاي الاحداثيات، واحدة الاحداثيات هي نقطة تابعة للجيش. ناديت علي قلت له حجي انه هذا نقطة تابعة للجيش، قال ظروفها ما لك علاقة لا تدخلون. بعيدا عن الوطنيات الزائفة وادعاءات العداء للفساد وضرورة القضاء عليه، تسريبات صوتية جديدة تسلط الضوء على حجم الإجرام الذي وصلت إليه الميليشيات. على لسان أحد منتسبي ميليشيا أئمة البقيع التابعة لميليشيا الحشد، وللمفارقة فإن أمير ميليشيا أئمة البقيع سعد طعيس هو نفسه بطل تسريبات المالكي التي نفضت الغبار عن طائفية مقيتة يعتاش عليها السياسيون في العراق. التسريب الجديد تضمن فظائع قامت بها الميليشيا من جرائم وانتهاكات وعمليات ابتزاز وخطف معوقين ومرضى عقليين ووضع أحزمة ناسفة ثم قتلهم وإعلان إحباط هجوم انتحاري أو اعتقال مواطنين عاديين واعتبارهم قيادات في تنظيم داعش عبر تصوير أسلحة ومتفجرات بالقرب منهم أو داخل منازلهم. أكو ضباط متعاونين ويا سعد طعيس وهاي العمليات الأخيرة من 2020 لحد الآن. التسريب الصوتي كشف عن تورط بعض الضباط بقيادة قائد عمليات الجيش في ديالى اللواء علي فاضل عمران بالاتفاق مع الميليشيات ذاتها، فضلا عن افتعال هجمات على قوات الجيش في محافظة ديالى تتولى الميليشيات فيما بعد الادعاء بالتصدي لها. تسريبات لا تجد إلى القضاء سبيلا كسابقاتها من تسريبات المالكي وزمرة السياسيين الفاسدين في ظل سيطرة الأحزاب وميليشياتها الولائية على مفاصل الحكم واستفرادها بسرقة مقدرات البلاد وقوت المواطنين وسط غضب شعبي متصاعد مع اقتراب حلول ذكرى ثورة تشرين ودعوة الناشطين للنزول إلى مختلف ساحات وميادين العراق للتعبير عن رفضهم لسلطة الميليشيات وإجرامها ضد الأبرياء.